الله يخليها هايلة وعاملة اللي عليها وبلدنا هي بتعليها بعد ما رمت الأساسات أبدا ما هيش مديونة ولا طبعا عن أبو أبونا وحياة رأس اللي جابونا حالنا أحسن من الخواجات أنا كل ما صلح فيها تبوظ ضربة للبوس إزاي الزرعة تكون كوسة وتطلع موس حتى ما ينفعش العب في الكوس مش في المية ولا في البسكوس نطلع من نقرة لضحضيرة والحال في النازل على طول والناس بتصدق عمياني بنكب سيادة المسؤول سخير وإزاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول مشفعنا أونطا مشفعنا أونطا أقسم بالله كل حاجة تحت السيطرة تشوف لنا نقمة ناكلها أنا متأمنين حلقيها منين أنا ولا منين احترت يا ناس مصر يا جماعة ورهنت البيت والتلاجة والبنكرياس وحكومه البيت مش دريانه بتطلب وخلاص هات 500 جنيه نطلع من نقره لتحضيره والحال في النازل على طول والناس بتصدق عيالي من كدب سياده المسؤول وازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول مشبعنا اونطا مشبعنا اونطا لا واضح ان في ناس لسه ما شبعتش شخصيا شبعت هاي يا سلطان قطعناهم ده انت طلعت لعيب يا عدولي انت ليه ما بتلعبش في فريق الداخليه مع كابتن علاء عبد العال اخاف يا سلطان من الاصابات لا من كابتن علاء عبد العال دايما وشه مكشر على طول كده أنا برضو لما وشه بيجي في الكادر بقعد أعيط المهم دلوقتي يا سلطان المهم دلوقتي عايزين نركز بقى نركز شوية لأن هم أكيد هيدوروا على شخص تاني يمشي وراه أنا عايزك بقى يا سلطان تركز معاهم خطوة بخطوة وتعرف إيه الجديد وتبلغني على طول طيب وبعد ما بلغك على طول هتعمل حاجة؟ لا طبعا طب ليه أم المخمضة دي بقى؟ أنا مقصودش يا سلطان أنا أقصد إن إحنا نمشي وراهم خطوة بخطوة عشان ما نجيش في النص ويفوتنا حاجة وهم ياخدوا رسالة وإحنا نطلع من المولد بلا حمص أنا ما بحبش الحمص وأنا ما بحبكش يا تحسين مالك؟ اللي انت مشغله ده يا تحسين؟ مفيش يا جدع مالك في ايه؟ وحشني يا ابني مين ده؟ باباك؟ لا حبيبتك؟ لا امال مين؟ الراجل اللي احنا ندور عليه وحشني من قبل ما اشوفه حس ان انا محتاج اترمي في حضنه واقعد اعيط اعيط وانزل حاجات عجيبه من مناخيري وانا بتشحط بعد معلش معلش هانت يا ابن عمي هانت انت عرفت منين انها هانت؟ لا ده انا بس بهون عليك بس انما انا الحقيقه اللي جوايا مفيش فايده يا حبيبي يا صاحب الطاقه الايجابيه انا مش عارف بغير طاقتك كنت عامل ايه في حياتي حسين ما تيجي نجيب السلحفاه ونخلص طب مش يلا بينا نشوف الدور على مين المرة دي أحسن؟ أنا طلعت لكم المعلومات اللي عنه والعنوان كمان. أيوه يعني اسمه إيه؟ خليها في السسبنس.
ياه ده انتوا وحشتوني وحشتني روحتكم. ايه يا عم انا بفكرك بابوك ولا ايه؟ لا يا عم ده انت بالذات بتفكرني بالفلوس. انا؟ ايوه يا عم ده انا بقالي 8 شهور مستني طلتك البهيه. يا عم انت فاكر تركي قال شيخ؟ ده عادل ده مقشف. يا عم وسع عادل تركي بطيخ مش مهم، المهم انكم جيتوا. طبعا عايزين تدخلوا للشيخ حساسين الخشي. ما تنقذ يا عم يلا انا متوتر. يا عم ما تقلقش كل اللي بتدور عليه واللي انت عاوزه هتلاقيه عند الشيخ. يا الف اهلا. طب معلش انا اسف ثانيه واحده بس احنا لازم نتصل بتحسين. يا عم اتصل باللي تتصل بيه. يا عم ماشي ماشي بالراحه. شفت يا عم مش قلت لك العمليه ماشيه حلاوه ازاي؟ عادي نمشي من هنا. اصبر. اه تحسين. لا مش عارف بقى تعالى انت شوف بنفسك. شعب حبيبي وشغيل. يا شيخ حساسين. ايه؟ في زباين. يا راجل. خش دخلهم. اتفضلوا يا بهوات. خش برجلك اليمين. هاي. يا اهلا يا اهلا. بس يا راجل استغفر الله. هو لازم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. احنا على فكره من زباين. انتوا واضح انكم فاهمين غلط. لا ده انا فاهمكم صح قوي. اتفضلوا سيبكم انا مع الشيخ. اقعد يا تحسين ما تخافش. ده عرف اسمي بسلام. انت عرفت اسمي منين؟ طبعا عرفت اسمك. انا مركب كاميرات بره بالصوت والصوره. اه عادي يعني. انتوا جايين ليه؟ ما تقوموا تمشوا. في ايه يا جدع انت؟ يا عم باب رزق جاي لك تقفله ليه؟ انت هتكفر. اعوذ بالله من الكفر اعوذ بالله من الكفر. يا ابني ده انا افشل دجال فيك يا مصر. ليه يا حبيبي؟ انت عندك بخور وعندك قرنين زي الفل فوقك اهو. مفيش يا اخويا تحسين. كل ما حد يجي لي عشان احقق له امنيه يموت. ليه؟ قدره مكتوب. قدره مكتوب يا اخويا تحسين. انا اكيد يعني ما بقتلهمش. من ساعه اخر واحد مات عندي طلعوا عليا ان هم بيموتوا على ايديا. من ساعتها يا اخويا وانا حالي واقف. اخر واحد يعني اللي بيموتوا. يلا العب سلام. يلا بينا يا حبيبي. اقعد يا غدا اقعد عايزين نخلص من الموال ده. اصبر. ما اصبر ايه ما ده مش شكل عالم اصلا. يا عم عالم يا عم عالم عفريت. انت مش شايف اللي على الحيط؟ هتلاقي عارف كل حاجه. اصبر. طيب طيب خلاص ممكن يكون عندك حق. نعم انقذ يا عم. قلتوا لي بقى جايين ليه؟ احنا من الاخر جايين لك بخصوص الرساله. رساله؟ وصلت لك ازاي الرساله دي يا تحسين؟ وصلت باي شكل ممكن. وصلت وعايزين نسمع بقيتها. بس يا تحسين الرساله دي غاليه قوي. اوه ممكن تنجز وتقول عايز مننا ايه؟ واضح انه ده زباله في العيله دي. هاي بص يا تحسين. انا في عفريت صاحبي قال لي علشان الناس تنسى كل الحكاوي الوحشه اللي عليك دي الو لازم تحقق امنيات 3 اشخاص. فانت بقى انت والامور ده هتجيبوا لي 3 اشخاص عشان احقق امنياتهم. اوه ده عفريت صاحبك اللي قال لك واضح ان هو عفريت. طب يا سيدي احلنا امنيه ان انت تقول لنا بقى الرساله. جرى يا تحسين. إيه؟ انت هتصيع عليا ولا ايه؟ لا يا حبيبي. انت هتجيب لي 3 اشخاص عشان احقق لهم امنياتهم وانت كمان هتساعدني عشان تحققها كمان. اه طبعا. انتوا عارفين الاعلام دلوقتي بيقف مع الناس اللي بتبيع الهوا في ازايز وبتصدر التفاهه. ولا تحسين انا ما بشتغلش خالص يا تحسين. بقالي ده الموسم بتاعي. اه والله ده الموسم بتاعي. انا عايز اشتغل. ساعدني يا تحسين. ساعدت قدامي وقعدت لي 3 اشخاص دولت قدامي. حبيبي طب والاعلام ماله ومال اهلك؟ بعد ما الحاله باظت والناس طقت كان لازم اي حد يشغل الناس باي عبث واي تفاهه علشان الواحد من دولت يفضل مربوط في ساقيه يلف حوالين نفسه ما يعرفش يجيب اخرها. وانا بقى ملك التفاهه. انا اكل عيشي من التفاهه. طبعا. بص يا تحسين انت هتروح تجيب لي 3 اشخاص هحقق لهم امنيتهم وبعد كده وعد مني من اخ لاخوه اقول لك بقى الرساله. تحسين هو الجدع ده عايز منك ايه؟ زي ما الشياقه عايزه منك بالظبط. واضح انها ليله كبيره. يلا عبد السلام. حي حي حي
ايوه انا عايز افهم دلوقتي، ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا ابني انت غاوي تضيع وقت، خلينا نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز والنبي. لا مش هينفع، لازم تكون احلام مهمه عشان يقتنع ان احنا جادين وما يفتكرش ان احنا بنسعى عليه. انا عندي حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان نفسي افهم، ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا ابني انت غاوي تضيع وقت، عايزين نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز والنبي. انا نفسي في حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان نفسي اعرف احنا ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا ابني انت غاوي تضيع وقت، عايزين نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز والنبي. لا ما هو لازم تكون احلام مهمه بجد عشان ممكن يفتكر ان احنا بنصيع فما يرضاش يسمع كلامنا ويدينا اللي احنا عايزينه. انا عندي حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان عايز افهم ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا عم تغاوي تضيع وقت، عايزين نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز والنبي. لا مش هينفع، لان لازم نقول احلام مهمه وحقيقيه عشان صدقنا ويعرف ان احنا جادين مش بنصيع عليه. انا عندي حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان عايز افهم ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا عم تغاوي تضيع وقت، خلينا نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز. لا مش هينفع، لازم نقول احلام مهمه عشان صدقنا ويعرف ان احنا جادين مش بنصيع عليه. انا عندي حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان عايز افهم ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ يا عم انت غاوي تضيع وقت، خلينا نخلص. يا جماعه اختاروا احلام بسيطه عشان الراجل يعرف يحققها وننجز النبي. لا مش هينفع، لازم نقول احلام مهمه عشان صدقنا ويعرف ان احنا جادين مش بنصيع عليه. انا عندي حاجه. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان عايز افهم ليه تلاتة؟ ليه مش كلنا؟ ده أول واحد عبد السلام عايز يبقى وزير منغنغ في دولة منغمغة. وحاجة كمان عايز أعرف الشياقة عايزة مني إيه؟ لا مش هقدر، والله ما هقدر. ما تركزش معاه، اعتبره تقاية عشان خاطرك أنت بس يا تحسين. ماشي نخليه وزير. استنى أنت رايح فين؟ انت عايزني في ايه؟ اصل الواد غريب خد اجازه وسافر لاهله في البلد، فبصيت يا عم هرقيك وتبقى المساعد بتاعي. صبي دجال؟ هاي تحسين مش عايزك تخاف. ليه انت هتضرب بومبا؟ حضر عفاريت. يا راجل بلاش كلام فارغ. والله يا اخي حضر عفاريت. طب ورين. هاي رب الكون ميزنا بميزه رجوله والنفس عزيزه، احضر يا ابن ارض الجيزه وليك انت وصاحبك في اليوم بريزه بريزه بريزة. هاي استنى يا عم، انت بلا حي بلا ميت، انت بتحضر حمو بيخا؟ ايه ده؟ دول مين؟ دول حسام وابراهيم. ده افيه؟ لا والله ما افيه، ده فعلا اسمه حسام وده اسمه ابراهيم. يا عم وافع فريد اسمهم كده؟ اه يا عم دول من المعادي. اوه انا اللي حسام وهو اللي ابراهيم. شبيك لبيك، احنا بين ايديك، اتفضل. ايه العفاريت الزهقانة دي؟ طب وحضرتك معلش بيقولوا شبيك لبيك، عبدك بين ايديك. استغفر الله العظيم، انت ملحد ولا ايه؟ احنا كلنا عباد الله. اللهم قوي ايمانكم. يا حسام يا ابراهيم، عبد السلام ده حبيبي زبوني عايز يبقى وزير، وزروه. انا حسام وده ابراهيم. بعدين وماله؟ ربنا معاه.